مساء الفل عليكم. النهاردة هنتكلم عن المنح ويعني ايه منحة وازاي تقدم على منحة واهم الويب سايتس اللي هتساعدك انك تشوف المنح الموجودة في كل العالم. تاني حلقة هنتكلم فيها عن اهم المتطلبات لأي منحة. تالت حلقة هنجيب ناس يحكوا لكم تجاربهم الشخصية مع المنح من وهم عندهم 15 سنة، وناس تانية في جامعة يحكوا كمان، وتتعلموا من تجاربهم وتستفيدوا وتشوفوا قد ايه المنح دي غيرت في طريقة تفكيرهم وفي حياتهم كمان، وفتحت لهم فرص كتير جدا. طيب خلينا نبدأ بقى في اول حلقة. يعني ايه منحة؟ ببساطة منحة يعني دعم مادي لشخص معين علشان يدرس حاجة هو بيحبها او نفسه ان هو يدرسها، بس مقدرته المادية ما يقدرش ان هو يدفع الفلوس بتاعه الجامعه دي. طيب هما بيعملوا كده يعني حبا فيك؟ لا خالص، هما بيعملوا كده استثمارا في الشخص ده، هما بيستثمروا فيك. هما مش شركه سياحه واخدينك علشان تتفسح وتسافر وتتعرف على ناس ولا تاكل اكلات غريبه او تتعرف على ناس جديده، لا خالص، هما عاملين كده علشان بيستثمروا في الشخص ده، علشان لما يرجع هما عارفين ان هو اكيد هيفيد بلده او حتى هيفيدهم هما. طيب ايه هي انواع المنح؟ في انواع منح كتير جدا. انا ليه بقول لك انواع المنح؟ علشان لما تدخل على ويب سايت تبقى عارف بالظبط انت بتدور على ايه. اول نوع عندنا بينقسم الى منح جزئيه او منح كليه. نتكلم عن منح الكليه عشان دي انا بحبها جدا، او شامله. المنح الشامله دي بتغطي ايه؟ بتغطي الفيزا، الطيران، اقامتك في البلد، مصاريف الدراسه، وبوكيت ماني ليك او مصروف شهري ليك، وكمان تأمين صحي. طبعا دي احسن انواع المنح. في منح بتبقى منح جزئيه. المنح الجزئيه دي بتغطي يا اما المصاريف الدراسه بس، يا اما بيقول لك احنا هنشيل 50% وانت 50%. دي المنح الجزئيه. نوع تاني من انواع المنح هو المنح بنقسمها على حسب الجهه اللي بتدفع لك الفلوس دي. يا اما بتكون مؤسسات زي مثلا مؤسسة سويرس للتنمية الاجتماعية، زي مثلا عبدالله الغرير في الإمارات، زي مثلا مصر الخير، زي مثلا شيفنينج، ودي مؤسسة بتدي منح ماسترز حلوة جدا. كمان نيوتن مشرفة، كمان في القلعة، مؤسسة القلعة. في مؤسسات كتير قوي بتدعم الناس ان هم يسافروا برا وياخدوا ماستر او دكتوراه. مؤسسة الداد دي مؤسسة بتمنح منح في ألمانيا. طيب لو هي احنا قلنا المنح يا اما بيديها مؤسسات يا اما بيديها جامعات، يعني كل جامعة زي الاي يو سي مثلا او حتى هارفارد، ستانفورد، اي جامعة من دول لازم لو دخلت على الويب سايتس بتاعهم هتلاقيهم كاتبين سكولرشيبس. فانت لو عايز تدور على المنح المتاحة في الجامعة ادخل على الويب سايت وهتعرفها. طيب تالت حاجة مين بيقدم كمان المنح؟ الحكومات او وزارة التعليم العالي، بيبقى تعاون بين الدول، زي مثلا التعاون بين جمهورية مصر العربية واليابان، عاملين منحة مشهورة جدا اسمها ماكست. ماكست دي منحة يابانية ومشهورة جدا. كمان في المنحة المجرية مشهورة جدا، المنحة التركية، كل ده بيبقى تعاون بين البلدان. كمان اليو اس اد، وده لازم تحفظوها كويس جدا، بتدي منح رائعة من اول 14 سنة لغاية ما بعد الدكتوراه. دي تعاون بين مصر وبين امريكا. ثالث نوع من انواع المنح بتبقى يا اما منح دراسية، يعني بكالوريوس، ماستر، دكتوراه، او منح غير دراسية. طيب في المنح الدراسية دي كمان ممكن تروح منحة وانت لسه عندك 14 سنة، او مثلا في اخر سنتين في grade 10 and grade 11، زي مثلا في حاجة اسمها African Leadership Academy، دي بتروح تدرس في مدرسة داخلي في جنوب افريقيا وبتاخد دبلومة IB في الاخر. تاني حاجة قلنا يا اما غير دراسية. طيب غير دراسية زي ايه؟ زي التبادل الثقافي للطلاب بين مصر مثلا وامريكا، زي مثلا حاجة اسمها YES Program او Kennedy Logger Program. ده Program بتسافر هناك وانت تقريبا تانية ثانوي، وانت ثانوية عامة مش لازم تبقى American ولا British، وبتروح تدرس سنة دراسية وبتقيم مع عيلة امريكية في نفس البيت وبتتعامل معاهم وبيدوك بوكيت ماني وتأمين صحي وكل حاجة، وتنزل مصر بعد السنة دي. او مثلا بتبقى زي المعسكرات او التدريبات، مثلا في حاجة اسمها Between the Lines، دي بتبقى مهتمية بالولاد اللي بيكتبوا كويس، فبيسافروا 2 weeks برضو في امريكا وبياخدوا workshops زي ان هم يفكروا بطريقة مبدعة ويكتبوا بطريقة احسن، او مؤتمرات او معسكرات صيفية. في كمان حاجة اسمها Tech Girls، دي للبنات بس،
3 أسابيع بيبقى للبنات اللي مهتمين بالتكنولوجي والجرافيكس والحاجات دي كلها، بيسافروا برضو 3 أسابيع بنات فقط وبيرجعوا مصر بعديها. طيب رابع نوع من المنح اللي احنا عايزين نقول عليها هي المنح بتتقسم لإيه؟ بتتقسم لي يا إما نيد بيست أو ميريت بيست، يعني مش شرط إن أنت تكون متفوق قوي أكاديميا علشان تاخد منحة، لأ الميريت بيست سكولرشيب دي بتعتمد إن أنت تكون تستحق المنحة. يعني إيه؟ ممكن تكون تستحق عشان أنت متفوق أكاديميا أو أنت متفوق رياضيا. في جامعات كتير جدا بتدي منح للولاد المتفوقين رياضيا وواخدين بطولات مثلا على في أفريقيا أو في الوطن العربي أو على مستوى العالم، بيدوهم منح يا إما فول سكولرشيب أو ساعات بيعملوا لهم خصم 50%. الأكاديمية العربية على فكرة بتعمل كده، العلوم والتكنولوجيا الـ AUC معظم الجامعات بتعمل كده. طيب نيد بيزد دي بتبقى منح مقدمة للناس اللي محتاجة أو لناس معينة هم عارفين إن مش هيقدروا يوصلوا لمستوى التعليم ده في بلدهم. يعني إحنا مثلا بلد نامية، فهتلاقوا في منح كتير جدا للبلاد النامية بتنزل كده، من ضمنها مصر مثلا. الـ AUC عاملة منحة لأهل الصعيد من أول بني سويف، سوهاج، أسيوط، كل المحافظات دي تقدر تقدم على منحة اسمها Empower في الـ AUC. طيب جينا للجزء المهم، طيب ادور على المنح دي فين؟ هقولك انت تدور على المنح دي فين. في ويب سايتس كتير جدا، انا هقولك كام اسم منهم وهتلاقي اللينك بتاعهم مكتوب في الديسكريبشن تحت، تقدروا تدخلوا عليه على طول بمنتهى البساطه. زي ايه مثلا؟ زي scholarship positions، world scholarship form، زي scholarship for developing countries، دي مهمة جدا تدخلوا عليها، بينزل منح فيها كتير جدا لمصر، زي المرجع، زي يلا scholarship، زي studential، وعلى جوجل كمان هتلاقوا scholarships كتير و scholarship positions. طيب الويب سايت دي انت دخلت عليها، اول ما تدخل هيطلع لك كمية منح مش طبيعية. ابسط حاجة هيطلع لك 100,000 منح. طيب انت هتدور في ايه بقى؟ اول ما تدخل على اي ويب سايت منهم اهم حاجه تعملها تعمل اكاونت ليك، اكاونت باسمك، ببلدك، بالمجال اللي انت عايز تدرسه. يعني انا هدخل اعمل، انا بسمه شيحه عايزه اسافر اخد منحه في مثلا الطب، وهحدد له البلاد اللي انا نفسي اسافر ليها، مثلا المانيا وفرنسا، وانا من مصر. فهو بيبدا اوتوماتيك لما بتيجي منحه في التخصص بتاعي والبلاد اللي انا عايزاها، هتلاقيه بيبعت لك ايميل الارم، خلي بالك ان في منحه فتحت مثلا في شهر 3 وهتقفل في شهر 6، فحاول تقدم فيها. ده بيسهل عليك جدا انك مش كل شويه تقعد تفتح الويب سايتس وتدور. طيب دلوقتي انا حاولت ببساطه اقول لكم ايه هي المنح، انواع المنح، واهم الويب سايتس. لو عندكم اي سؤال في الجزء ده حاولوا تكتبوه لينا على قناتنا في اليوتيوب تشانل، واحنا هنرد عليكم ان شاء الله. وانتظروا حلقة مهمة جدا 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 المرة الجاية، هتتكلم عن متطلبات المنح، يعني المنح دي عشان اقدم فيها لازم يبقى معايا ايه، هو انا ينفع اقدم وانا في ثانوية عامة، هو انا ينفع اقدم وانا عندي 14 سنة، هو انا ينفع اقدم وانا ما امتحنتش انجليش، مش معايا ايلتس ولا تويفل. كل ده هنجاوبه في الحلقة الجاية. والحلقة اللي بعديها حلقة مميزة جدا، هنجيب فيها ناس يحكوا لكم تجاربهم لما سافروا برا وهم عندهم 14 أو 15 سنة وخدوا منحة، أو سافروا وهم في الجامعة أو سافروا بعد الجامعة، علشان يقولوا لكم تجربتهم وتستفيدوا منهم. يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لليوتيوب تشانل بتاعتنا والفيسبوك بيج كمان، علشان تعرفوا أول ما فيديوهات المنح تنزل. باي باي.